أهلا وسهلا بكم في هذا الحدث. صينية تواكب سيرها وتصل ومن ودعم التحول الديمقراطي بكل ألوان مترسخ في ليبيا حاليا. مفروض المجالس البلدية وأكيد لهم دور في إعطاء معلومات تصدي لها وهي عملية المناظرة. الجهات الجديدة ستكون منكم أنتم كمنظمات. اليوم جايين في هذا الحدث لنقدم مجموعة من التوصيات التي قدمتها منظمة الـHTO فيما سبق في انتخابات طرابلس المركز في المؤتمر الوطني. حدث اليوم يضم من أعضاء من اللجنة المركزية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونخبة من النشطاء المدنيين، وذلك لعرض التوصيات التي قدمتها المنظمة بحيث نخرج بمخرجات جديدة بحيث نتفادى الأخطاء والمغالطات السابقة للانتخابات البلدية، وكذلك التقاء مهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يكون هناك استعداد كويس للمفوضية بحيث نقدم لها هذه التوصيات والمخرجات بحيث تقدم أو يكون سير العملية الانتخابية القادمة إن شاء الله إن حدثت في 24 من ديسمبر، وذلك عن طريق التوصيات أو المخرجات التي ستخرج اليوم من هذا الحدث. الإصلاح الانتخابي وأيضا أيضاً تركز الشبكة على موافقة المعايير الدولية. شكرا لأنيس أمر والشباني نائب رئيس مجلس إدارة منظمة إجتماع الانتخابات. هي الإطار القانوني بداية بتعريف بالإطار القانوني. طبعا يتمركز مشروع عين على الانتخابات في غرفة العمليات أثناء يوم الاقتراع نفسه. طبعا يتم التواصل مع المراقبين التابعين لمنظمة H2O من قبل غرفة العمليات الخاصة بالمنظمة، ويتم تضمين هذه المعلومات التي يتم التحصل عليها من المراقبين في تقارير وموجز يتم إنزاله في يوم الاقتراع نفسه. السابقة التي جاءت بها منظمة H2O في مرحلة جديدة، في مرحلة نحاول أن نبني حضورنا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، أهلا.